أهلا بكم من جديد في صباحنا المصري. في أكتوبر 73 عبرنا العبور الأول وحققنا الانتصار ورجعنا سيناء لحضن بلدنا مصر. بعد ما حققنا الانتصار والسلام عبرنا العبور الثاني، هو العبور إلى التنمية والإعمار وتنمية سيناء بكل جوانبها، سواء كان في الناحية الزراعية أو الاقتصادية أو حتى في الناحية البشرية بتوطين الأهالي في سيناء وربط سيناء بمصر الأم. النهاردة هنتكلم معاكم عن العبور الثاني وهو التنمية، وإزاي نمينا سيناء والمشروعات التي تمت في سيناء وتتم حاليا من أجل أجيال في المستقبل تخدم سيناء وتخدم مصر. معنا في هذه الفقرة في صباحنا مصري الباحث الاقتصادي الدكتور محمد عبد العزيز. صباح الخير دكتور. صباح النور، ازي حضرتك؟ وشهر مبارك علينا جميعا بنستناه من العام للعام. طبعا يعني العبور الثاني وهو التنمية في سيناء، بعد ما رجع سيناء لحضن مصر بدأنا في العبور الثاني، ازاي ننمي سيناء؟ يعني ازاي قرأت هذا العبور الثاني تنمية سيناء، ولحد الآن ازاي الأهداف تحققت من هذه التنمية؟ في البداية حابب أقول سريعا كده بس عشان شبابنا يتذكروا أن مصر ابتدت استعادت سيناء عن طريق إعادة بناء القوات المسلحة، أسسنا سلاح جديد الدفاع الجوي، عملنا حرب الاستنزاف عشان نكتسب خبرات جديدة من مواجهة العدو، عملنا 73، عملنا مفاوضات السلام واتفاقية السلام، عملنا بعد كده التفويض علشان والتحكيم الدولي علشان نقدر ناخد طابة. تردينا طابة وسينا رجعت تاني، كان الكلام ده في أواخر الثمانينات، من أواخر الثمانينات لغاية ما نقول مثلا 2014 كانت التنمية في سينا اللي هي العبور التاني لسينا متقطعة، ما هياش قوية، دايما بتبقى مثلا مشاريع بتتبناها الدولة أو مشروع تبناها أحد رجال الأعمال على استحياء. من 2012 بقى فيه توجه قيادة المجلس العسكري ان يبقى فيه كيان يلم كل الوحدات المتفرعة في وزارات وهيئات مصر المهتمية بسيناء، يعني في كيان في وزارة الاسكان، كيان في وزارة الري، كيان في وزارة الزراعة، نلمهم كلهم في كيان واحد. ومن 2012 انشئ الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء. من 2012 ابتدى بقى نتكلم عن تنمية سيناء في اخر 6 سنين بس من منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ادى أولوية كبرى لكل مشاريع التنمية اللي اتأخرت عشرات السنين في عهود سابقة. مش هنتكلم في اللي فات، احنا هنتكلم احنا بنبني بلدنا. في 6 سنين بس حضرتك قدرت تستصلح في سيناء أكتر من 400,000 فدان من أصل خطة لاستصلاح 600,000 فدان. صحارة سرابيوم بس هتخليك تستصلح بعد على طول ما تعدي قناة السويس للناحية التانية مش أقل من 70,000 ل 100,000 فدان. صحارة سرابيوم بس. عندنا مشاريع كتيرة جدا، مشاريع متوسطة، مشاريع صغيرة. خليني أقول لحضرتك في الست سنين الأخيرة منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيناء بتحصل على مخصصات للتنمية بنسبة 25% من إجمالي مخصصات التنمية لمصر كلها. طب نبص على مساحة سيناء قد إيه من مساحة مصر؟ مساحة سيناء 6%. بتاخد كام 6% دي من مصر؟ 25% من مخصصات التنمية لمصر كلها. إذن ده هدي بيدل على مدى الاهتمام بسيناء. ده اهتمام رهيب حضرتك، يعني الوزن بتاع المساحة اضربه في 4 بتاخد يعني ربع اهتمام مصر كلها رايح ل6% بس من مساحة مصر. فده أكبر دليل على اهتمام القيادة السياسية واهتمام الدولة بتنمية سيناء. طب ليه سيناء بنهتم بيها؟ لأن الأطماع كتير، ولغاية دلوقتي بعد السلام بعشرات السنين لغاية دلوقتي في إرهاب وفي مخططات دولية حط عينيها على سيناء وتحديدا على شمال سيناء. فاحنا لازم يبقى ايد بتبني وايد بتعمر. يعني انت هنا بتدافع وتكافح الارهاب في نفس الوقت بتنمي. بتبني وبتعمر وبتثبت وجودك. ما هو انت لو قلت الارض دي فاضيه انا مش موجود فيها يبقى اللي طمعان ليه حق يطمع بقى. فانت لازم تبقى متواجد، متواجد بالصناعه، بالزراعه، بالتعمير. النهارده التوسع العمراني في سيناء احنا مش ناسيينه ومش غافلين عنه، احنا النهارده بنعمل بيوت جديدة على طراز يناسب الإخوة البدو ويناسب برضو بعض الشباب اللي يروح ويستثمر في مشروعات متوسطة أو صغيرة جديدة. خليني أقول لحضرتك تاريخيا بعد عودة سيناء كاملة، تاريخيا كانت معظم المشاريع في سيناء سياحة فقط وفي الجنوب، جنوب سيناء وسط وجنوب سيناء،
وكان شمال سيناء يعني هنقول بنغفل عنه بعض الشيء زي ما كنا زمان بنغفل عن الصعيد. دلوقتي لا، دلوقتي انا في اللحظه انا بتكلم حضرتك فيها دي في رفح الجديده، في تنميه وتطوير في العريش وشاطئ العريش ووحدات الاناره والاضاءه، خدمات المرافق. يعني احنا في سنتين بس، كان لسه سياده رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قايل في سنتين بس سيناء واخده للمرافق بس ما لا يقل عن 4.8 مليار، يعني حوالي 5 مليار. تحاول ان تتوسع هنا افقيا، افقيا يعني تتوقف على نقطه معينه او ترتكز على مكان معين، لكن تحاول ان تتفرع ايضا لاحداث تنميه اكثر. انت النهارده لما بتعمل تنميه حضريه وتنميه عمرانيه الى جانب مشروعات زراعيه ومشروعات صناعيه، فانت بتخلي فرص العمل المتاحه في المنطقه دي للشباب اللي هيجوا من الكتله الصلبه بقيه مصر او من الشباب البدو نفسهم، بتخلق لهم فرص عمل جديده ما كانتش موجوده قبل كده، فما يقدرش يروح لاي تيار فكري او يمشي مع بعض الارهابيين، فانت بتدي له فرصه زي ما احنا عملنا زمان كده بعد الارهاب في الصعيد التسعينات، تمينا قوي بالايه بالصعيد، كانت النتيجه ظاهره الارهاب اختفت. انت النهارده بتحارب فلازم يبقى الحرب معاها تعمير. زي ما قلت لحضرتك انت كمان مثلا 3-4 سنين لو رحت شمال سيناء هتلاقيه بقى في مدن ساحليه زي الغردقه وزي شرم الشيخ، هتلاقي الشمال بقى احلى من الجنوب لان المدن لسه مبنيه. بالتالي التركيبه السكانيه والفكر هيبعد عن التطرف، هيتغير وهيبقى في فرص وعمل ومناخ جديد في البيئه كلها. انا مهما اوصف لحضرتك او اجيب صور غير لما تروح بنفسك والساده المشاهدين يروحوا. انا اتمنى ان يبقى السياحه الداخليه في مصر مش يعني رحله توصل اكثر من كده. لا لازم يبقى مشجع في السياحه الداخليه، لازم ده مهم جدا على فكره. حتى لو كان في عندنا سياحه خارجيه لازم يتم تشجيع السياحه الداخليه حتى في اوقات الذروه. ده مهم علشان المواطن المصري وخاصه الطلبه الصغيرين يتعرفوا على انجازات اللي بتتم في مصر. خليني اقول لحضرتك ان شمال سيناء خلال 4-5 سنين على الاكثر هتبقى نقله ثانيه. العريش اللي احنا بنشوفها هتبقى عريش ثانيه تماما. رفح بقى في رفح جديده، كل ده الى جانب ربط سيناء ببعضها البعض. يعني احنا بنتكلم على الطرق والمحاور اللي احنا بنشوفها في بقيه المدن الجديده والمحافظات على مستوى الجمهوريه، مش واخدين بالنا من سيناء رغم ان بقول لحضرتك سيناء لوحدها 25% من اللي بيصرف على التنميه في مصر. تمام، في محاور وطرق بتتعمل لربط سيناء ببعضها البعض ولربط سيناء بمدن القناه ولربطها بقى كلها هي مدن القناه ببقيه الكتله الصلبه من ارض مصر اللي هي الدلتا والقاهره والصعيد. فانت عند حضرتك مثلا نفق الشهيد احمد حمدي رقم 2، انت بتربط قناه السويس الجديده بسيناء طبعا، صحارى سرابيوم بتنقل المياه الحلوه والمعالجه بعد مثلا ما كانت من ميه صرف بتحليها وبعدين بتنقلها عن طريق نفق تحت قناة السويس الجديدة توصل الناحية التانية وتعمر، هتعمر من 70,000 ل 100,000 فدان. انت بتتكلم هنا يا دكتور محمد يعني في على الارض يعني، وهو ازاي انت تجذب الاستثمارات من خلال وجود انفاق ومحاور. انت كده بتقلل التكلفة، هتشجع المستثمرين على انهم يتجهوا الى المناطق اللي احنا المستهدفة، وبالتالي حتى هتلاقي في سهولة في تصدير المنتجات وفي نقلها. بالظبط، هو كان اول الناس اللي خدت بالها ان في توجه جديد لتنميه وتعمير سيناء وحب يستغل الفرصه دي كان الملك سلمان ملك المملكه العربيه السعوديه، وادى قرض ميسر 1.5 مليار دولار امريكي لتنميه سيناء. وطبعا في مخطط لانشاء جامعه الملك سلمان في سيناء. فكل ده يعني بيدل على ان كمان جيراننا والمملكه العربيه السعوديه قريبه مننا جدا وقريبه من سينا جدا، جيراننا شايفين اللي بيحصل في سينا ولامسينه. عشان كده انا نفسي بقيه شعب مصر يعرف اللي بيحصل على ارض الواقع في سينا. ده عبور تاني، عبور بالتنميه، عبور بالتعمير، عبور النهارده مش هينفع على مستوى مصر كلها الناس بتتكلم احنا بنبني بيوت، لا احنا بنبني بيوت وفي نفس الوقت المزارع السمكيه 1.5 مليون فدان، التشجير بنعمل اكتر من 10 مليون شجره او نخله. كل ده ليه؟ لان ما ينفعش النهارده بعمل توسع عمراني من غير ما يبقى فيه ظهير زراعي. وده نفس الشيء بيحصل في سيناء. بقول لحضرتك احنا مخططين ان يبقى فيه 600,000 فدان يتزرعوا غير اللي هيتزرعوا من صحاري السرابيوم. صحيح، زرعنا منهم اوريدي في 6 سنين 400,000 فدان. لان من اساسيات الاقتصاد، يمكن الاقتصاد اللي لو اتكلم عن الاقتصاد وحضرتك باحث اقتصادي واقتصاد الزراعي، لما اتكلم حضرتك على ازاي الاستصلاحات التي تتم في اراضي سيناء، ده بيدينا منتجات، المنتجات دي هتدينا اقتصاد من خلال التصدير ومن خلال وجود ايضا عماله في هذه المشروعات. عماله، انا النهارده لو في بعض الشباب كان بيقول لك انا مش عايز اروح مكان فيه صحراء، لا في
استصلاح اراضي وفي زراعات انت بتفهم فيها تقدر تروح. يعني الزيتون في سيناء، الزيتون في الاسماعيليه حتى، وفي مزارع كتير في الاسماعيليه وفي سيناء للزيتون. روح شوف، روح شوف حضرتك. يعني انا عايز اقول لحضرتك المشاريع المتوسطه في مصر في الست سنين الاخيره مبلغ كبير جدا خرافي، والمشاريع الصغيره مبلغ خرافي اكتر. طب ليه الدوله مهتمه بالمشاريع المتوسطه والصغيره؟ علشان ده هو ده باب الرزق. انا مش قادر اوفر لك، وده يحتاج ايضا لاموال طائله. لا مش بالضروره، بس هو انا النهارده بفتح لك باب رزق وهو مع الوقت هيتطور، وانا بديك زي قرض ميسر وبصبر عليك. كمان دلوقتي بقى في حاجه اسمها شارع 306 للمأكولات والمشروبات، موجود في اكثر مكان، موجود في اكثر من مكان، مخطط انه 150 منطقه على مستوى الجمهوريه كلها. كل ده ليه؟ علشان انا النهارده بدعم الشباب في وظيفه او في عمل يغنيه عن ان هو يروح مثلا اي لا يحتاج الى اموال كثيره. تمام. يعني انت بتتكلم على مشروع صغير او متوسط او متناهي الصغر، من خلاله اي شاب يلاقي فرصه عمل ويستطيع مبلغ ضئيل ان ينتج. وكل اللي موجود ده، كل اللي موجود في القاهره وفي الصعيد وفي الريف هيبقى موجود في سيناء. يعني سيناء ما بقتش معزل، انا بقول لحضرتك محطوط على الخريطه. الجهاز الوطني لتنميه شبه جزيره سيناء من 2012 لم كل ملفات تنميه سيناء من كل وزارات والهيئات تبقى في كيان واحد وتخطيط على اعلى مستوى وكل شيء فيه مدروس. انا متوقع زي ما قلت لحضرتك ان سيناء يعني خلال 4-5 سنين الشمال والجنوب هيبقى ليهم شكل تاني خالص. واتمنى ان انا مش عارف اوصف الصوره، ومهما عرضت صور على التلفزيون لحضرتك والساده المشاهدين مش هتبقى زي ما ان احنا نروح ونتفرج بنفسنا. طب هنا بقى احنا بنتكلم هنا على انت بتوفر فرص عمل يعني من خلال استصلاح اراضي، من خلال تنميه، من خلال نهضه عمرانيه. ازاي بقى عندنا جذب المستثمرين الكبار العرب والاجانب للاستثمار في مثل هذه المشروعات؟ انت لما تبقى عندك جذب المستثمرين سواء كان عرب او اجانب هتلاقي، والبيئه الخصبه موجوده، البيئه المتوفره موجوده، الامكانيات، التسهيلات من الدوله، هتلاقي استثمار، وبالتالي ده هينعكس على الواقع. الدوله عملت خطوات جاده لكن مش كفايه. ما تنساش حضرتك ان احنا ايد بتبني وايد ماسكه السلاح، يعني لم تنتهي العبر والدروس والحرب ضروس. احنا لغايه دلوقتي بنبني في سيناء وفي نفس الوقت العمليه الشامله لسه شغاله. وروح مشكور طبعا بيكرم شهداء العمليه الشامله. خلينا اقول لحضرتك ان مثلا وضع خط سير العائله المقدسه على خريطه السياحه العالميه ده هيجيب مشروع التجلي الاعظم طبعا اللي هيتم، مشروع التجلي الاعظم. كل يعني حبايه الرمل هناك فيها ثمن، سواء عند كل الديانات السماويه، اليهودي او المسيحي او المسلم. فخلينا نقول ان كل ده ممتاز، لكن مش هتقدر تسوق لمشاريع بعينها غير المشاريع السياحية. أنا بقول لحضرتك إحنا عندنا سنين هي مشاريع سياحية فقط. إحنا دلوقتي بنعمل مشاريع أخرى، لكن خلينا نبتدي إحنا كمصريين نستثمر هناك مشاريع زراعية صناعية، إلى جانب بعض العرب اللي هم قريبين مننا وحاسين بينا وشايفين ولمسين زي إخواتنا في المملكة العربية السعودية. قلت لحضرتك القرض الميسر بتاع الملك سلمان، علشان تفتح للناس كلها انها تيجي محتاجه وقت، ومحتاجين هم كمان يجوا في زيارات سياحه ويتاكدوا ان خلاص مفيش ارهاب، مفيش اي حاجه. الدولة ليها منهجية ماشية فيها، توطين الشباب من الكتلة الصلبة من الصعيد ومن الفلاحين ومن القاهرة ان هم يروحوا سيناء ده واخد شكل علمي وماشي بالراحة جدا. وفي نفس الوقت انا بوفر للشاب هناك دلوقتي بيوت قريبة من الطراز البدوي، وفي نفس الوقت تناسب البدو هناك. بيحصل التوطين بشكل تدريجي علشان يندمج الشباب مع المجتمع. لكن مع كل ده مع المجتمع البدو، هل انت شايف حضرتك برضو ان يعني ما فيش مثلا شباب بكميات كبيره او بعدد كبير بيتجه الى سيناء؟ مع كل الامكانيات المتوفره، مساكن، بيئه خصبه، بقى زراعة. في جامعه في سيناء، ولسه جامعه الملك سلمان، ولسه في جامعات ثانيه هتفتح. بقى في دلوقتي العلمين الجديده وفي الجلاله طبعا. ولسه احنا فكل دي قريبه من سيناء، وكل دي هتخدم على سيناء بشكل اخر وانت رايح في الطريق او انت راجع. خليني اقول لحضرتك ان هو الست سنين الاخيره في شباب كتير راح، وراح مش علشان يشتغل في السياحه، احنا كنا دايما انت رايح تشتغل فينا جرابيني او صاحبي شغال في شرم او في الغردقه وانا رايح له يعني هيشغلوا معاه. دلوقتي لا، بيروحوا يشتغلوا في مزارع، بيروحوا يشتغلوا في مزارع سمكيه، بيروحوا يشتغلوا في مصانع. عندنا مصانع للرخام، للفيروز، لحاجات كتير يعني اسمها ارض الفيروز. احنا الفيروز في سيناء هو الافضل على مستوى العالم. فلا انا اللي انا شايفه اللي انا لمسه في زياده طبعا في التوجه للشباب في الست سنين الاخيره، بس احنا لسه ما وقفناش في اللحظه او في النقطه اللي نقول عليها ان مثلا اقدر اقول لحضرتك ودينا مليون شاب هناك. وطبعا يبقى فيها مثلا في قصور في وسيله الجذب؟ لا مش قصور، بس هو لازم الشاب او في الدعايه مثلا لمشروعات زي اللي بيروح يشتغل في السياحه وبيجيب
قرايبه او صحابه اللي هيروح يشتغل في مزرعه او في مصنع ويبعت لحد يجي هو ده اللي بس احنا يعني مستعجلين شويه يعني في ناس راحت وبعتت بس العدد لسه ما هتشوف النتيجه دي مثلا كمان 4-5-6 سنين يبقى مثلا انت بتتكلم في اكتر من 10 سنين انما دلوقتي احنا بنتكلم في 6 سنين بس انما لو على الارقام زي ما بقول حضرتك كده بالارقام لا في كتير في استصلاحات اكتر من 400 الف فدان وفي نمو وتوسعه في مصانع ومزارع كتيره جدا. هنا لما اتكلمت حضرتك على الرمال مثلا في سيناء وده يمكن ده بياخدنا الاتجاه الجديد وهو دكتور محمد الى الاستثمار في مجالات جديده خارج الصندوق. يعني الرمال دي مثلا بيصنع منها زجاج، بيصنع منها سيليكون، واليابان على فكره من اكثر الدول في العالم التي تهتم بالصناعات التي تؤخذ من الرمال. يعني مثلا لو عملنا مصنع في سيناء لاستغلال الرمال مثلا او استغلال خامات بيئيه جديده وخاصه الثروات التعدينيه في سيناء بشكل كبير جدا، افكار خارج الصندوق، صناعات غير تقليديه، غير كلاسيكيه، صناعات جديده. انا كنت سمعت مره احد الساده الافاضل بيتكلم بيقول لك انتوا لو جبتوا رمل سيناء اللي هي جنب طور سيناء او جنب اي مكان مقدس هناك جنب الشجره المباركه او وحطيتوها في برطمان ازاز هتتباع لوحدها. هو بيتعمل دلوقتي على هتتباع لوحدها بتتعمل ولكن برضه لسه على نطاق ضيق يعني. نطاق ضيق. فلا يعني الصناعات نفسها اللي هي مطلوب في الحاجات الجديده. انا مع حضرتك طبعا ان رمل سيناء لا يعلى عليها، الرخام والجرانيت هناك ممتازين، الفيروز الاخضر هناك حاجه يعني لا يعلى عليها، كل ده احنا محتاجين يتحط على خريطه صناعيه دوليه. لكن انا قلت لحضرتك هو موضوع الخريطه الصناعيه الدوليه على مستوى العالم متوقفه، ممكن تكون بعد سنه اتنين ربنا يكرم ونخش في الخريطه دي بعد ما يكون ما فيش اي ملامح للارهاب تماما والعمليه الشامله نجحت بنسبه 100%. لما كنت بتكلم هنا على افريقيا وحضرتك برضو يعني لك باع في الدراسات الافريقيه وازاي يبقى عندنا جذب للافارقه، ويعني الفتره السنه اللي فاتت حقيقه يعني السيد الرئيس يعني قام بجولات مهمه جدا اثناء رئاسه مصر للاتحاد الافريقي، وبالتالي الاستغلال الامثل للتكتلات المتواجده زي الكمسه مثلا زي الساتك زي دول شرق وغرب افريقيا، هذه التكتلات التي لم تستغل بالشكل الصحيح للان وانت تعلم ذلك، كيف يمكن استغلال مثل التكتلات لوجود مشروعات افريقيه على ارض سيناء؟ خليني اقول لحضرتك يعني التكامل الافريقي معضله، احنا في شهر يوليو 2019 عملنا اتفاقيه منطقه التجاره الحره وكان في اتفاقيه لتفعيلها بالتعاون مع شركات وشركات اجنبيه. الشركات دي اتاجلت بسبب كورونا، هيتعمل في شهر 10 ده فيديو كونفرنس لكل رؤساء قاره افريقيا وهتتوقع الاتفاقيه مع شركات اجنبيه وشركات افريقيه لان الاتفاقيه لوحدها مش بتعتمد على الحكومات. يعني شراكه ثنائيه. لازم شركات بتعمل نقل وبتعمل لوجستيات وبتعمل حاجات تسهل التبادل التجاري، ومعظم التبادل التجاري ما بين الدول الافريقيه وبعضها البعض هيبقى مواد خام. تمام، لان هم بيشتروا السلع الكامله والسلع المتقدمه. يمكن من مشاكل القاره الافريقيه هو تصدير الماده الخام وليس تصنيعها، وبالتالي هو بيهدر الماده الخام ولا يتكسب منها، لكن لما بيبقى عنده مصنع لانتاج ماده مثلا الماس او المنجنيز او النحاس او لما يعمل مصنع ينتج هذه الماده هيكسب اكتر منه يصدر الماده الخام. انا متفق، بيهدر الماده الخام الاساسيه. انا متفق تماما مع حضرتك. طيب هي سيناء قريبه من ايه؟ من قناه السويس. طبعا في على محور قناه السويس تنميه خاصه بيه وفي لوجستيات ونقل خاص بيه. طب انا النهارده لما افعل منطقه التجاره الحره الافريقيه هل ده مش هيلفت اخواتنا الافارقه ان هم يجوا يشوفوا ايه اللي ممكن يعملوا في اقليم قناه السويس او في سيناء نفسها؟ هيجوا هم اوريدي عارفين سيناء، وكان بعض الافارقه بيجوا عشان عمليه ايام الانفاق بيتسللوا للكاهل الصهيوني. فهم عارفين سيناء وعارفين امكانياتها. التكامل الافريقي كله واحنا عضو في الكوميسا من 94 بتكلم على مصر، احنا التكامل الافريقي زي ما بقول لحضرتك هو للاسف مش قادر يخرج النور بقوه لان كلنا شبه بعض، كلنا منتجاتنا مواد خام. فلما منطقه التجاره الحره تخوض غمارها ليها دور فاعل على ارض الواقع هيجي كل اللي حضرتك بتتكلم عليه ان هو نشوف ايه ينفع نعمل مصنع في سيناء او ننفع نعمل مصنع حتى في الدلتا او في الصعيد لبعض المستثمرين الافارقه. لكن انا اعتقد المستثمرين الافارقه مش هيجوا لوحدهم، هي هتبقى كيانات، يعني مثلا مستثمر مصري مع مستثمر اخ سوداني او اخ مثلا من اثيوبيا، هتبقى كده مش هتبقى مستثمر افريقي لوحده زي ما بيحصل مثلا من بعض الدول الثانيه المانيا او فرنسي.
يعني انا نفسي مثلا يعني او المأمول دايما وده كان هي الخريطه احنا لازم احنا نحط الخريطه احنا عندنا كذا وده مش للافارقه بس ده للعالم كله جدوى خريطه معينه للصناعات الاماكن اللي احنا عندنا اجنده متاحه لعمل مثل هذه الصناعات ايضا ازاي نستغل المادة الخام ده مهم احنا عندنا اجنده للصناعات حطها وزاره الصناعه نفسها وعندنا خريطه للفرص المتاحه لكن هي بتبقى فرص وبتبقى الامكانيات على الورق طول ما انت مش حاسس ان في امان بنسبه 100% انا في الفتره انا بتكلم في حضرتك فيها دي اهم حاجه الاولويه الاولى للمستثمر المصري والمستثمر العربي في سينا تحديدا ممكن بعد 4-5 سنين نبتدي بقى نوسع الدايره شويه طب هنا اتكلمت على حضرتك على جامعات زي على فكره في قانون هيصدر انا اسف ان بقاطع حضرتك بعد ما ينعقد مجلس الشعب في الشهر الحالي في قانون هيصدر من سيادة الرئيس الجمهورية تبعية جهاز الوطني لتنمية سيناء هيتنقل من رئيس الوزراء لوزير الدفاع علشان تيسير عملية التنمية وتيسير عملية تملك الأراضي صحيح في سيناء وتيسير عملية المشروعات بتبقى بسرعة يعني بعيد عن الروتين كمان ان انت واخد أرض وضع يد مثلا 30-40 سنة ومفيش شبهة عليها ومهياش قريبة من الحدود فسهل تقنين الارض يتم التقنين هو الناس طبعا تسمع انها تنتقل من رئيس الوزراء لوزير الدفاع تقول في مشكله لا مفيش مشاكل ده بالعكس تسهيل. ده هيسرع الاجراءات لان كانت بتروح الارض لرئيس الوزراء عايزين يتملكها يبعتها لجهات تانية كتير دلوقتي هي تروح لوزير الدفاع ما عليهاش مشاكل الارض ما فيهاش مشاكل حدوديه ولا مشاكل امنيه خلاص البدو او الشباب ياخدوا الارض ويقدروا ينفذوا عليهم مشروعهم فهو في اوريدي في بس انا بقول لحضرتك هي حسب يعني دلوقتي اهم حاجه استقرار الامني صحيح. ثانيا التعمير والتنميه احنا ابتدينا واخواتنا العرب جم فالعجله طبعا الامن والاقتصاد يعني فعل يعني فعلا يعني طائر بجناحين عندما اتكلم على الجامعات زي ما قلت دكتور محمد جلاله وجامعات الاهليه وكل معظم هذه الجامعات هيبقى فيها تكنولوجيا هنا بقى طبيعه الكادر البشري اللي ممكن يشتغل في المصانع التي سوف تقام في سيناء في الفتره القادمه وطبعا لازم يبقى يعني الكادر البشري متمسك او محمل في يده اليمنى بالتدريب ويده اليسرى العلم والتكنولوجيا ابتدينا نوعيه جديده من المعاهد تاخد بكالوريوس 4 سنين لكن اسمه تكنولوجي مش فني مش مهندس تكنولوجي ده حضرتك انت ازاي تتعامل مع الالات الحديثه صحيح وفق احسن المعايير واحسن تكنولوجيا لان مش كل الناس في مجتمعاتنا العربيه بتحب تتعامل مع المكن والتكنولوجيا الحديثه نعم. فدي ده يعني هيكون لي اولويه في بعض صحيح التخصصات في الجامعات اللي في سيناء جميل احنا بنشكرك جدا على هذا اللقاء الجميل انا بشكرك واتمنى اكون ضيف خفيف عليك سعداء بيك اكيد طبعا الباحث الاقتصادي دكتور محمد عبد العزيز كنت معنا في صباحنا مصري وصباح الخير ليك صباح النور